نجي هون. اوكي اوكي 1 2 تابع 1 اوكي انا نارين لازم يكون شيرو بس انا اليوم موجوده بدل شيرو. اوكي كلكم مستغربين عم تقولوا نارين انت ليش اخذ بلوك شيرو؟ وين شيرو؟ شو عملتي فيه؟ انت وين؟ شو عم يصير؟ بعرف في كذا سؤال براسكم بس اليوم محضره انا مفاجاه لاخوي شيرو، حتكون مفاجاه حينصدم منها، ولا مره عايش هاي التجربه اللي انا ححاول اظبطها معه اليوم. نحن اليوم بمستودع، بس بالمستودع في لامبورغيني. سو انا مو حاولنا نتقابل مع رفيقنا سكايز ورح ناخذ السياره هي وكمان جي واجن نروح لعند شيرو ونفاجئه، لانه هي السياره سياره احلامه لشيرو. اوكي سو شو رح نعمله؟ حنروح مع هالسياره، حنتصل بشيرو وحينزل ويقضي يوم كامل فيها. ريدي؟ يلا. سو حاليا نحن بالسياره، طبعا انا ما فيني سوق لهيك مو حيسوق هي السياره. حنروح على البيت ودون المفتاح عاملين على السياره. ما بعرف كيف حتكون ردة فعل شيرو، اكيد حينصدم وما حيصدق الشيء اللي عم يصير، بس انا كمان متحمسه مثله لانه حنقضي يوم بجنن وكثير طويل سوا. قبل ما نبلش بالفيديو كلياته ونروح لشيرو، حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه فورا فورا، اشتركوا بالقناه. اوكي والله بكسر اصابيعي كلياته اذا ما بتشتركوا. اشتركوا بالقناه، صار وقت نروح لعند شيرو. جايز وصلنا على المنطقة، رايحين لعند شيرو. اوكي وصلنا على البناية، شيرو واقف هنيك، واقف لا 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 اوكي اوكي 1 2 تابع او ماي جاد يس اي شيء يس اتس ريل او ماي جاد نارين واتس اب واو شو هاد اليوم حنقضي يوم مع السيارة شو نطلع فيها ونزور يعني يلا 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 واو مستحيل والله انا جوا ندور فيها يا مستحيل لا وات اوكي سيستر يلا يا جماعة مو معقول المفاجأة اللي عملت لي، شوفوا شو حلوة، مستحيل مالي مصدق انا، مستحيل يعني ما بعرف. شوفوا سدرة ما بعرف. تخيلوا حالكم قاعدين بالبيت مالين ما عم تعملوا شيء، اخذكم دق لكم تقول لكم نزلوا محضرت لكم مفاجأة وماني عارفان، يعني انا مستغرب انه مفاجأة ليش كيف؟ بنزل بشوف هالمنظر هذا قدامي مستحيل مستحيل. واو كشيرو yes. انا وانت ما حنطلع بهي السياره هلا، حنوصل السيدره لانه هي بالسياره، حنطلع انا وانت بالجي واجن برو برو. هاي السياره انت بتحبيها؟ هاي انا بحب السياره اكثر من اللامبورغيني والله والله العظيم. انا ما فيها شيء ليك الفخامه ما فيها شيء واو ليك الفخامه مو انت انا راح اطلع بهذيك انت راح هلا بس خلينا نوصل السيدره بتطلع بس انا بحب هاي اكثر ما فيها شيء واو يعني هي شوي عاليه ايه شوي كثير تعرف اذا بتحطها يعني هون لامبورغيني ما بتبين يا زلمه بس لامبورغيني نارين شوفي لونها نعم 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 بس يعطيك
سيارة المهم شو حنسوي هلا؟ المهم حنروح نوصل سدرة نطلع بالسيارة ورح ناكل لأنه أنا ما تعزميني أكيد على فكرة أنا أكلت أكلت ماكدونالدز برجر بس المهم بدك تطعميني شيء يعني أنا جوعان مشان تكون أوكي 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 بس نخلص أنا رح أركب هذيك إيه والله يا ريت لو فينا نسوقها بس للأسف ما معي مستحيل أسوقها شو أوكي طلعنا هلا بالسيارة يلي بتحبها نارين هلا عرفت نارين ليش بتحبها لانه انا صغيرة وهي عالية كتير لا لانه كتير 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 عالية شو هي؟ أقول لانه السيارة كتير كتير عالية مو مشان اشي بتحبيها لانه انا صغيرة وهي بتعملني كتير هيك باصي هيبة يعني عساس وحركات وما بعرف شو بس يعني حلوة بس اللامبورغيني احلى بكتير اكيد يعني ما فيك تقارني نارين حبيبتي هي الدنيا ازواق الدنيا ازواق؟ يس طيب انتوا يا جماعه اكتبونا تحت بالكومنتس شو حبيتوا اكثر هاي السياره مرسيدس الجبليه ولا اللامبورغيني ولا اللامبورغيني اللي ورانا خلونا نشوف yeah. خلينا نقرر اوكي انتوا معي لا معي مع اللامبورغيني طيب بنشوف اصلا بيركب فيها خمس اشخاص هاي خمسه ولا اربعه خمسه طيب مين بيسبق اللامبو خلص انتوا اكتبونا تحت بالكومنتس نشوف شو رايكم هلا صار الوقت واخيرا اركب هاي الحلوه هاي العروس هاي الاموره ما بعرف شو اقول لها واو واو شو ما فتح الباب الباب نو هاو دو اوبن ذا دور اها اوكي بس من هون ذاتس سو نايس ذاتس سو نايس برو قعدت طلع بالسياره كثير واطيه كثير كثير واطيه بس شعور بجنن او ماي جاد اسمع الصوت هلا بدنا ندعس شوي كم اون لاد او ماي جاد واي دو واو مستحيل نو 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 حلم انا مالي مصدق انا نارو برو مستحيل اكسبيرينس كثير حلوه ما بعرف شو احكي الصراحه يعني سمعتوا كيف حيطت سمعتوا الصوت مو طبيعي او ماي جاد او ماي جاد او ماي مستحيل ايدي ما عم تثبت ايدي ما عم تثبت راسا هيك بنرجع لورا ما بعرف اذا انتم سمعانين الصوت بس الصوت لحن احلى من صوت فيروز على فكره شوفوا لون السياره ما احلى انتم هيك هي ما بوي ما بوي ليك انا عارف هيك هالسياره انا عارف ودعناها للحلوة هلا تركناها نارين لوين الله شو هنسوي انا متت راسي صار يوجعني من الصوت صراحة وكل ما يدوس راسي يضرب الكرسي لورا ف بس شعور كتير حلو تجربة كتير حلوة بتجنن ثانك يو مان وصلنا حاليا على المطعم اختي نارين عزبتني بدها تكمل لي المفاجاه فهلا انا كثير جوعان وفي عندهم شاورما دجاج لحمه وصلت لفتين وحده دجاج وحده لحمه كثير جوعان كثير متحمس حب الشاورما كثير كثير عم بستنى الاكل هلا بس هيك هذا هو المطعم نايس شوفوا شعره حلو هذا صاحب اللامبورغيني شكرا تاكسو ميكي دوكون هيدا ما بعرف عربي ما تعرف عربي يوسي تعرف عربي انا بتعرف لك انت اسكت انا وصل العشاء وصل الغرام اوف 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 شو وصل دينارو شو هذا وصي لفه احلى ايه ده كوت يو لايك ات مش ما جوك طيبة لذيذة صحتين 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 اي برو دو لايك ات هذا موصي شاورما هذا موصي شاورما هذا موصي طلع انا ليش يعني خذي لفه وخلاص انا مصيت انتين الصراحه وحده لحمه وحده دجاج راح اجربهم لانه انا عشق الشاورما يامي يامي يلا خلينا ناكل اسف يعني للمشاهد الصعبه بس